مجلس رئاسي انتقالي كخطوة، يعني خطوة كبيرة بكل المقاييس؟ أنا أعتقد أنه سيكون هناك تفاعل إيجابي مع هذا الإعلان. أيضا في المجلس الرئاسي الذي أعلن عنه من قبل شباب الثورة في اليمن، حاول أن يراعي أيضا التمثيل بين الشمال والجنوب، وأنه في وقت سابق كان البعض يطالب أن يكون عدد الممثلين في المجلس الرئاسي من الجنوب مساويا لعدد الممثلين من الشمال. والواقع أنه في المجلس الرئاسي المعلن هناك 10 من الجنوب و7 من الشمال أيضا. أنا أعتقد أن هذه هي مجرد نواة يمكن أن يتم تدعيمها بالتنسيق بين الأطراف الأخرى، لأنه لا يوجد خلاف سواء بين أحزاب اللقاء المشترك أو بين شباب الثورة. ثم ينبغي علينا أن نتذكر أنه كل الأحزاب السياسية أو أحزاب اللقاء المشترك أو القيادات العسكرية أو القيادات القبلية أعلنوا أنهم يؤيدون الثورة السلمية التي بدأها الشباب، وأنهم لو ليسوا أوصياء عليها، وأنهم سينفذون ما تأمر به أو ما تقرره تلك الجماهير الشعبية الثائرة التي ظلت لعدة أشهر تفترش الأرض وتلتحف السماء. إذا يمكن أن تصعد هذه المبادرة أو هذه النواة أو هذا الإعلان، بحيث انه يتم المجلس الوطني الانتقالي. يعني احزاب اللقاء المشترك كانت قد دعت منذ اسابيع الى قيام مجلس وطني انتقالي من قرابه 300 عضو، وبالامس كان هناك لقاء يحاول ان يتحرك اكثر، لانه لولا تحرك الشباب واعلانهم لما تحرك اللقاء المشترك. إذن أنا أعتقد أن هذه الخطوة خطوة إيجابية وخطوة جيدة، وكثيرا حتى من قيادات السلطة الحالية عندما انتهت في إبريل الماضي شرعية مجلس النواب، نحن الآن نقول أن شرعية هذا النظام لم تعد موجودة. لا مجلس النواب موجود، ولا مجلس الوزراء موجود، ولا رئيس الدولة موجود، ولا رئيس مجلس الشورى موجود. إذن هذه هي شرعية بديلة يفترض أن تلتف حولها كل الأطراف السياسية، كل القوى الموجودة في الساحة، يتم الالتفاف حولها، تصعيدها، تنميتها، رفدها بالكثير من الأسماء والمسميات. إنما أنا أتصور إنها خطوة جريئة من شباب الثورة، فيما خاص التشكيل أستاذ عبد الرقيب، وهذا الشخصيات نتحدث عن 17 شخصية، يعني من الشخصيات المرموقة في اليمن سواء في الداخل أو في الخارج، كيف تقيم المجموعة، يعني هذا النسيج المتكون والمكون لهذا المجلس الرئاسي الانتقالي؟ هل هناك تناغم انسجام بين هذه المجموعات المكونة المجلس الرئاسي الانتقالي، أم يعني تمت مراعاة بعض الحسابات؟ طبعا الشخصيات 17، وأنا بالمناسبة أهنئ الأخ الأستاذ عبد الله سلام الحكيمي على ثقة الثوار في الساحات به كشخصية محترمة معتبرة كان لها تاريخ نضالي طويل. وكثير من الشخصيات أو معظم الشخصيات بل كل الشخصيات التي كانت هي تحظى بالاحترام والتقدير من معظم جماهير الشعب اليمني. لا يمكن أن يتم الإعلان عن مجلس انتقالي من عدد معين وأن يكون هناك إجماع حوله، لكن نقول إن الأغلبية العظمى من جماهير الشعب اليمني تحترم وتقدر هذه الشخصيات 17 التي تم الإعلان عليها. يعني إحنا في اليمن مثلا 21 محافظة، فإذا اختير فقط مجرد واحد من كل محافظة فلا يعني أنه 100% من أبناء المحافظة سيكونوا مع هذا الشخص، لكن نقول إن لأنه حتى ثورة 26 سبتمبر عندما قامت في اليمن قام بها مجموعة من الضباط، مجموعة محدودة من الضباط، ولم تكن تلبي كل الشعب اليمني وكل الشارع اليمني. إذن 17 شخصية تحظى باحترام وتقدير سياسي وحزبي وجماهيري لدى جماهير الشعب اليمني. نحن نتمنى منهم أن يقدروا هذا الاختيار الثوري من قبل جماهير الساحات، وأن يكونوا آهلين لذلك، وسندعمهم كل في مكانه وكل في موقفه بما يستطيع، وستقف جماهير الشعب معهم. وهذا اليوم قامت هناك مظاهرات ضخمة في أحد الغضب في محافظة تعز وفي بعض المحافظات الأخرى تدعيما لهذا المجلس الذي أقيم، وفي معظم السفارات في الخارج هذا اليوم ستقوم هناك مظاهرات ضد هذا اليوم، ضد الاحتفالية بعيد جلوس علي عبد الله صالح 33 في السلطة، وستكون مؤيدة في الغالب لقيام المجلس الرئاسي الانتقالي، وستدعمهم في سبيل أن يقيموا المجلس الوطني الانتقالي من 1501.